السلام عليكم، نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. وكيف العاده جيتكم بالجديد، كريمه لحشو وتزيين تورتات ناجحه ومتماسكه بدون جيلاتين، بدون خلاط كهربائي ولا يدوي، وكذلك بدون كريم بودره او سائله. البعض من الاخوات ما كيتوفروش على طراب كهربائي او يدوي، ويضطروا انهم ما يحضروش واحد الوصفه فقط لانه ما كاينش، ولكن جيتكم بالحل اللي هو غادي تحضر الكريمه غير بالملعقه وبرعي وليداتك. كريمه ناجحه 100% كيف كتشوفوا معايا، كتجي متماسكه وما كتطيحش، تقدروا تشكلوا بها اي شكل بغيتوا، ديروها في الداخل ديال التورتات او لا في التزيين في الخارج. صراحه الشكل ديالها رائع، وكذلك المذاق غادي تعجبكم بزاف بزاف، مذاق الشوكولاته، وخاصه الوليدات غادي يحمقوا عليها بزاف بزاف. وحتى المكونات ديالها كذلك بسيطه متوفره في اي بيت. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غناخذ واحد الكاسرونه او اناء نقدروا نديروه على النار، نديروا فيه نصف كاس سكر سنيده ونصف كاس من الحليب، ودائما القياس بكاس العنبه. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره مملوءه جيدا ديال النشا، والا ما توفرش النشا تقدروا ديروا الدقيق، ولكن يستحسن النشا كتعطي النتيجه احسن. والنشا كنقدروا نسميوه كذلك بالمايزينا. ملي كتضيفوا هاد المكونات غادي نديروهم على النار تكون متوسطه، وغادي نبقاو كنحركوا وما نحبسوش. كي شفتوا معايا كنبقاو كنحركوا حتى كيرجع القوام بحال هكا ثقيل يعني قاصح. من بعد غادي نضيف واحد الملعقه مملوءه جيدا كي شفتوا ديال بودره الكاكاو المر، كنأكد انه خاصو يكون مر. المر هو اللي كيعطينا داك اللون ديال الشوكولاته مارو مغلوق، وكذلك ما كيكونش حلو لاننا درنا سكر سنيده. كنحركوا غير واحد شويه، كندمجوا المكونات ودغيا كتجمع معايا كي شفتوا سابقا. من بعد غادي نديروها في الثلاجه تبرد واحد 10 دقائق. من بعد كناخذوا 100 غرام ديال الزبده، وضروري تضبطوا يعني المكونات تكون صحيحه. 100 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، وغادي تاخذوها بواحد لافورشيت بهذا الشكل هكا، غتبقاو كتضغطوا عليها جيدا يعني بحال غتعاودوا تخلطوها. كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيرجع هكا، تبقاو تخدموا غير واحد جوج دقائق. من بعد غادي تخرجوا داك الخليط اللي درناه في الثلاجه، غتبقاو كتضيفوا بالملعقه بالملعقه على هذه الطريقه هذه، وتحركوا جيدا. راه غير كتبداو كتحركوا كتبدا كتخفف داك الكريمه، وحتى الزبده كتبدا كتطلق. ومن بعد غادي تبقاو كتحركوها بشكل دائري بهذه الطريقه هذه. وكيف العاده غتبقاو كتضيفوا ملعقه حتى كتساليو داك الخليط. دابا راه الكريمه بدات كتخفف كي قلت لكم سابقا، دابا حاولوا انكم تبقاو غير كتحركوا بالشكل الدائري. فكيف كتشوفوا معايا درت فقط كميه قليله يعني غير باش نوريكم الطريقه ديال هاد الكريمه هذه،
وانتوما تقدروا تدوبلوها جوج الخطرات، ثلاثه يعني على اربعه على حسب نتوما التورته ديالكم شحال ديال الطبقات غادي تقسموها، يعني واش غديروها فقط في الحشو او فقط في التزيين، يعني نتوما عينيكم ميزانكم وتعرفوا. من بعد ملي كتخلطوا كامل داك المكونات كدمجوهم مع بعضهم كتبقاو كتخفقوا بهذه الطريقه هذه، بحال ملي كنكونوا كنخفقوا البيض غير واحد شويه كتشوفوها تسلقات مزيان، من بعد صافي كتحبسوا هذه العمليه. ودابا غادي ناخذ واحد الصفايه غادي نصفيها، فاش كنكونوا كنصفيو القهوه اولا يعني الصفايه كتكون شويه رقيقه. علاش غادي نصفيها؟ غير باش كاحتياط تقدر يكونوا بقاو لي شي حبيبات ملي كنت كنحرك داك الخليط في الكاسرونه تقدر تكون بقات شي حاجه، هذا علاش، يعني باش كنكونوا متاكدين ان الكريمه كتجينا ملسه وهاد الحبيبات هادو كيف كتشوفوا معايا ما يبقاوش. وهذه هي الكريمه وهذه المرحله الاخيره كتجي على هذا الشكل هكا، كيشوفوا القوام ديالها كتجي ملسه شاده راسها مزيان. دابا نقدروا نستعملوها يعني بشكل عادي، وقبل ما نديروها في داك البوش يعني الجيب الحلواني باش نخدموا بها، ديروها في الثلاجه غير واحد الخمس دقائق في الثلاجه العاديه، ومن بعد تقدروا تخدموا بها عادي. كيف كتشوفوا معايا ملي كنحطها في داك الجيب الحلواني كتجي شاده راسها، يعني راها ثقيله، ومع اننا ما درنا لا جيلاتين لا حتى حاجه، والقوام ديالها كيجي رائع. فكيف وريتكم سابقا دابا غادي نشكل معكم يعني بعض الاشكال، نتوما تقدروا تزوقوها بالطريقه كيف بغيتوا، انا فقط كنوريكم القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هكا، كيشتو كتجي شاده راسها مزيان مزيان، وهي كريمه ناجحه وفي متناول الجميع، والاهم في كل شيء وهو يعني اي واحد يقدر يصوبها، ما تحتاجيش يعني الطراب الكهربائي او لا اليدوي، وكذلك لا الكريم شونتي يعني داك البودره او لا كيقول لك خاصك لا كريم ليكيد، يعني بعد التعقيدات هذه كريمه ناجحه ناجحه تقدري تصوبيها في اي وقت. وان شاء الله مازال في القناه نحط لكم وصفات سهله كتكون في متناول الجميع، يعني ماشي غير ما عنديش واحد المكون صاف ما نحضرش داك الوصفة، دائما كيكون الحل والبديل. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وكذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، والتعليق ديالكم اذا كان اي استفسار او تساؤل، ولا بغيتو نحضر معكم شي حاجة يعني شي وصفة بغيتوها بالرغبة ديالكم نتوما، فقط خليكم معايا في التعاليق وراني كنقراهم وان شاء الله نحضرها معكم. وشكرا لكم على المتابعة، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. Thank you.